اليوم الحكم جواد عاشور ويساعد حسين شعبان ومحمود بوسكندر وحكم رابع عبد اللطيف صقر. تاريخ اليوم 20/5/1990 و مؤيد الحداد كرة معه حاول عدي لأنه موهب جسمه ومؤيد الحداد ويلعب له كرة عرضية لكن حارس المرمى خالد شميري صاحي الرفع اختلف لكن في حدث حكم مباراة أيضا جواد عاشور يوصل إلى مراقب الخط اللي هو حسين شعبان أيضا وعبد اللطيف صقر اللي هو حكم الرابع فأيضا جواد عاشور ينبه اللي هو مدير كرة النادي كاظم أيضا عماد غربلي مدير كرة بنادي كاظم يقول له هدي وارجع مكانك طبعا حكم المباراة وايضا مراقب الخط هو مسؤوليته ايضا اللي هو احتياط الفريقين والاداري الفني والاداري طبعا حاول مراقب الخط اذا شاف ان اي راشد بقيه عمد الصالح الى راشد بقيه عمد الصالح لكن على طول داخل مرمى ويلعب له كره تلمس الغائب حلوه ملعوبه وشكلها حلو قويه وتلمس الغائب حلوه حلت احلى المباراه راح تحلى وتنشط وننشط معاها وبدر حجي وفي بلنتي ضربة جزاء لنادي كاظم الثاني وعلي خليل وفيصل الشعلان علي خليل يسجل ضربة الجزاء وحلوة فعلا حطها بزاوية وحلوة ومسجل منها الهدف الأول من ضربة جزاء راح يبعدها على الحيطة وبشمال يلعبها حلوة جول حلوة فعلا حلوة وسجل جول على الشباب وسجل جول على كاظم ايضا طرم لان الحيطة امامه فبالتالي على طول يصلحها المباراة بنتيجة 1-1